لا، الإنسان مؤلف من 3 عناصر: العقل الذي تربيته وتطويره تكون بالعلم طيب والدراسة، والبدن الذي تربيته وتطويره تكون بالخبرات والصحة والنظافة وغير ذلك، والروح وهذه تربيتها وتزكيتها تكون بعدة أمور، منها تخليها عما حرم الله، وتوبتها من كل الآثام، وتخليها عن صفات المنافقين وأمراض القلوب، وتحليها بصفات أهل الإيمان. ولذلك 4 وسائل تقريبا مهمة لتربية الروح. الوسيلة الأولى الصمت لا ذاكرا، انقطاع عن الكلام في غير ذكر الله، فإن الكلام في غير ذكر الله يقسي القلب. وقد ذكرنا الحديث: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وفي حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي أثر أبي بكر الصديق لما دخل عليه عمر رضي الله عنهما فقال: إن هذا أوردني الموارد، وهو يجتذب لسانه. فهذا ما يتعلق بالصمت. ثانيا العزلة، والمقصود بها الانقطاع عن مخالطة الناس في أمور دنياهم ومزاحمتهم في ما هم فيه من أمر الدنيا، وأن ينفرد الإنسان لله سبحانه وتعالى وقتا فيخلو بالله سبحانه وتعالى، ويسترق من الزمن وقتا يكون فيه خاليا مع ربه للعبادة الخاصة، وحينئذ ستصفو روحه وتستنير بصيرته بإقباله على الله وانقطاعه عن الناس، وبأمله في الله وانقطاعه عن الأغيار إذا أحس أنه قد سدت عليه أبواب الخلائق وفتح له أبواب الرحمن جل جلاله. وهذا الذي يزيد في الخشوع في الصلاة، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك. وقد قال الإمام عبد الحق الإشبيلي: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. وكذلك الجوع، وبالأخص كف الشهوات عن ما هو محرم وما هو مكروه وما هو شبهة، أن يقتصر الإنسان على الحلال البين، فهذا من علاج النفوس وهو مهم لها. وقد قال سهل التستري رحمه الله: أصول مذهبنا 3: أخلص النية لله في جميع الأحوال، واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأعمال، وكل من الحلال. فهذه 3 أمور هي أصول التربية عند سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه. فلذلك التزهد في الدنيا والسعي للانقطاع فيها، هذا هو الركن الثالث من أركان هذه التربية. الركن الرابع هو السهر في العبادة، يحاول الإنسان التقلل من النوم، وبالأخص في ساعات الليل وقت النزول، الثلث الأخير، أيضا ناشئة الليل، فإذا اجتمعت فيها الخلوة والصمت إلا ذاكرا والسهر والجوع، اجتمعت الأربع ولا يمكن أن تجتمع إلا في هذا الوقت في الليل، يجد الإنسان أثر ذلك واضحا جدا في سلوكه وفي نشاطه للعبادة، وأيضا في سعادته بالعبادة. يعني العبادة قد يتذوقها الإنسان بذاتها فيكون بمثل الماكينة التي تشتغل فيتقن عمله، ولكن لا يصل ذلك إليه بالسعادة التي يحس بها في قلبه. لكن مع ذلك جانب آخر، وجانب السعادة بالعبادة بعد أن تتقنها وتحسنها وتصلحها وتصفيها، يبقى إحساسك بأهميتها ومحبتك لها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تعريف المؤمن، قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. يكون الإنسان مسرورا بحسنته ويرى أنها نعمة عظيمة أنعم الله بها عليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيحس بهذه النعمة ويستشعرها، فيذوق طعم الإيمان بها ويسعد بها سعادة لا تعدلها سعادة. وهذه الأمور الأربعة لا بد فيها من ضوابط وقيود. فمثلا الصمت لا بد أن يكون عن غير ذكر الله وعن غير المفيد، والذين يظنون أنهم إذا يخالطون الناس ولكن يكلمونهم بالقرآن ويخاطبونهم به أو بالسنة أو حتى باللسان العربي، يظنون أنه ليس مثل غيره من اللغات أو اللهجات وأن في ذلك طاعة، هذا ليس من الصمت. بل الصمت لا بد أن يكون الإنسان مالكا للسانه، يستطيع تقويمه عن ما لا خير فيه من الكلام.
ويحاول تقليل الكلام في غير ذكر الله، وأثر ذلك عجيب جدا، وقد يجربه الإنسان في أوقات الرقى وأوقات الانقطاع للذكر، عندما يكون الإنسان مستمرا في ختمة مثلا لا يقطعها بكلام، أو قراءة سورة البقرة لا يقطعها بكلام من كلام المخلوقين، يعيش مع كلام الخالق وقتا، ما لفظ لسانه إلا بكلام الله جل جلاله، وما خاطب غير الله، لم يتجه بقلبه ولا بلسانه إلى أحد سوى الله جل جلاله، لذلك أثر كبير جدا في توحيده، والتوحيد المقصود به هنا التوحيد الحقيقي الباطني، وليس ما يلوكه اللسان وتدعيه الجوارح، فيقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا حقيقيا. وكذلك ما يتعلق بالجوع، فكثير من الناس يجوع نفسه عما أحل الله له عقابا لنفسه، وهذا فيه إهانة للنفس، وقد لا يكون محمودا في كل الأوقات، فلذلك لا بد أن يعلم أن المقصود به أولا كفها عن المحرمات مطلقا حتى لا تشتهيها النفس، وحتى تكون مستقذرة لديها، أحسن الأطعمة وأجودها إذا كان من حرام لا بد أن تستقذره نفس المؤمن إذا أراد تربية نفسه، أن يكون قذرا لديه، مذرا مكروها ممقوتا، لا يحب أن يراه ولا أن يشم رائحته أصلا، فهذا الذي يحصل به هذا الغرض المنشود، ثم بعد ذلك يتخلص من المكروهات، ثم بعد ذلك يتخلص من الشبهات. وقد ذكرنا حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا بد أن يستبرئ الإنسان لدينه وعرضه، فسلامة الدين لا يعدلها شيء. وقد قال الشيخ محمد بابا حفظه الله وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلم، فلا بد أن يحرص على السلامة أولا، ولا يعدلها شيء، إذا سلم له دينه لا يضره ما فات مما سواه، ومثل ذلك بعد الدين العرض، إذا سلم له عرضه ولم تتطرق إليه الألسنة فذلك من سلامة الدين ومن الستر الذي يستره الله به، ستر الله الجميل. ثم بعد هذا أيضا العزلة، كثير من الناس يجعلها انطواء وانكفاء، فيترك بعض الواجبات في رعاية أهله، وبعض الواجبات في حماية الدين، وبعض الواجبات في الدعوة إلى الله، وبعض الواجبات في تغيير المنكر والأمر بالمعروف، وبعض الواجبات في التعليم، ويظن أنه معتزل هذه العزلة التي تنفعه، والواقع خلاف ذلك، فهذه عزلة الشيطان وليست العزلة بالله جل جلاله، فالعزلة بالله جل جلاله تقتضي أن تكون أولا طائعا لله، تاركا لما حرم الله عليك، مؤديا لكل ما أوجب عليك، فإذا كنت مفرطا فيما ائتمنك الله عليه من الواجبات فلا معنى لعزلتك به، فأنت تقدم عليه بمعصية، ولذلك لا بد أن تحرص على أداء العبادات أولا والواجبات. ولهذا يقول الفقهاء يكره اعتكاف غير المكفي الذي لا يجد من يكفيه مؤنة أهله والقيام بعمله، يكره له الاعتكاف أصلا، ومثله المدرس والقاضي والذي يمارس عملا لا بد منه، يعطل عمل الناس. وكذلك السهر، كثير من الناس يجعله سهرا في اللغو ونصبا وتعبا على البدن، وقد جعل الله الليل سباتا للأبدان راحة لها، وفي النوم في الليل كثير من الفوائد، فلذلك لا يقصد به هجران النوم مطلقا، بل ذلك من عكس الفطرة، الذي يسهر الليل وينام النهار هذا عكس الفطرة، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يكون لبدنه جزء من الراحة، ولا يعطله عن أعماله وقيامه بمهماته، وإذا سهر فليكن سهره لله، عندما يشعر أن من عن يمينه ومن عن شماله والغرف المحيطة به والديار المحيطة به قد ناموا وانقطعوا وهم يغطون في نومهم، وربما عقد الشيطان على قافية رؤوس على قوافي رؤوسهم وهو أذن الله له ففتح له باب الطاعة فخر بين يديه متذللا لوجهه الكريم بخفض أعاليه وارتفاع أسافله ومناجاته لله جل جلاله وإقباله عليه في هذا الوقت الذي يقل فيه المزاحمون، هذا الوقت الذي ينادي فيه الجبار جل جلاله من يدعوه ومن يستغفره ومن يستجيب له، فتكون أنت من أوائل أولئك الملبين، وتستشعر قول موسى بن عمران عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، ولذلك يكون الإنسان بهذا الحال من الذين يضحك إليهم الجبار جل جلاله، فالله جل جلاله يضحك للقائم يصلي في جوف الليل،
وللمسافر الذي نامت رفقته حتى إذا أووا إلى فروشهم قام يصلي. والضحك الجبار جل جلاله جائزة لا تعدلها جائزة، يضحك الله إلى العبد. وقد قال الأعرابي لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدمك من رب يضحك خير. فلذلك لا بد أن يكون هذا السهر لله وفي الله، وأن يكون مع كتاب الله ومع ذكر الله جل جلاله، ليس مجرد سهر وإتعاب للنفس في غير فائدة. فإذا نعس الإنسان في صلاته أو في قراءته فلينم، فهذا المشروع له، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا استطاع الإنسان أن يجمع هذه الأمور فلها أثر كبير في قلبه، ومن أهم ذلك أنها مكفرة لكثير كثير مما مضى من سيئاته، وأيضا أنها منورة لبصيرته، يرى كثيرا مما كان محجوبا عنه من عيوب نفسه وأمراضه. كثير من الناس الآن تكثفت الحجب عليهم فحجبوا، وأول ما يتعلق به الحجب عيوب أنفسهم، لا يرونها، نسوا ما فيهم من العيوب وتسلطوا على عيوب الآخرين، فلذلك سترت عنهم سيئاتهم وذنوبهم وعيوبهم وسلطوا على عيوب الآخرين. وهذا خطر وضرر كبير بالإنسان. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فتنكشف للإنسان عيوبه فيسعى لعلاجها ما دام ذلك ممكنا في هذه الحياة. وأيضا ربما أطلع على بعض الأمور الأخرى، وهذا لا يتطلع له الإنسان ولا يتطلبه، لكنه قد يحصل، فقد يطلعه الله بصفاء بصيرته على بعض ما هو محجوب عن غيره من غيوب الله التي هي من علم الله، يطلع عليها من شاء من عباده تكريما وتقريبا. والكرامة أهمها، أهم كرامات الأولياء، الاستقامة على منهج الله وطاعته. فإذا كان العبد لا يحب أي شيء حرمه الله ولا كرهه ولا رغب عنه، ويحب كل ما أمر الله به حبا شديدا، فهذه كرامة هي من أعظم الكرامات. وإذا كان العبد مقوى على الطاعة قوة شديدة، كما كان كثير من السلف الصالح آتاهم الله كرامات في الطاعات، فابن الزبير رضي الله عنهما كان كلما عجز الناس عن عبادة تيسرت له. جاء سيل جارف إلى مكة فأحاط بالحرم، وكان أكثر من قامة إنسان، فلم يستطع أحد أن يطوف بالكعبة، فطاف ابن الزبير سباحة، كان يطوف سباحة في هذا السيل الجارف. والسباحة في السيل ليست مثل السباحة في الماء الراكد أو في الغدر. ومثل ذلك أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، وهو من كبار التابعين، من أتباع التابعين، لكن أدرك أيضا بعض الصحابة. هذا الرجل عمر فكان جسمه ضعيفا، كان لا يستطيع أن يقوم إلا إذا ساعده رجلان، لكن إذا وقف بمساعدة رجلين أحرم، فربما قرأ 4 أجزاء في وقفة واحدة واقفا. وهذا النوع من الكرامات عجيب جدا. وقد أدركت الشيخ المرابط الحاج، نسأل الله أن يمد في عمره، نعم، المرابط الحاج بن فهو، كان يهادى بين الرجلين حتى يوقف في المحراب، فإذا أحرم صلى صلاة كاملة ليس فيها أي نقص ولا أي قصور، إماما، ولكن عندما يسلم يسقط مباشرة على ظهره. فهذه القوة للطاعة فقط، وجاز المئة الآن. نعم، الحمد لله، نسأل الله أن يمتع به المسلم. سلامك الله شيخنا.